دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي المشاة إلى الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق المخصصة لذلك والالتزام بالإشارات الضوئية على التقاطعات، محذرة من خطورة العبور العشوائي للطريق الذي يعتبر من أهم الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث الدس. وحثت المديرية المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق والتأكد من خلو الشارع من المركبات.